السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 8 من سلسلة تمارين درس معادلة مستقيم. إذا التمرين يقول: المستوى منسوب إلى معلم متعامل منظم أو إي جي، نعتبر النقط A و B و C. السؤال الأول: أثبت أن المعادلة المختصرة للمستقيم AB هي Y تساوي 1 إلى 2 X ناقص 1 إلى 2. السؤال الثاني: حدد قيمة ألفا، بحيث إذا علمت أن سي تنتمي إلى أ ب، ألفا كما هو في المعطيات هو أفصول النقطة سي. إذا لنثبت أن المعادلة المختصرة للمستقيم أ ب هي إيكغيك تساوي 1 إلى 2 إكس ناقص 1 إلى 2. إذا في هذا السؤال يمكن لي نجاوب عليه بطريقتين. الطريقة الأولى أنني كنقلب على المعادلة للمستقيم أ ب انطلاقا من أفصول أ و ب، وكنلقاها هي المعادلة اللي عندي في المعطيات. والطريقة الثانية هي أنني كنتأكد بأن النقطة A تحقق المعادلة والنقطة B كذلك تحقق المعادلة. إذن غنستعمل الطريقة الثانية. إذن غنبين في الطريقة الثانية بأن النقطة A تحقق المعادلة وكذلك بالنسبة لB. إذن لدينا A إحدى السيد ديالها حسب المعطيات 3 1. إذن لكي نبين أن A تحقق المعادلة، يكفي أننا نلقى، يعني نعوض X بالقيمة بالأفصول ديال A، ونلقى بأن Y كتساوي لنا Y A، أي كتساوي في الحالة 1. إذن 1 على 2، إذن X هنا غادي نعوضها بأفصول A أي 3. إذن 1 على 2 في 3 ناقص 1 على 2. إذن 1 على 2 في 3 هي 3 على 2 ناقص 1 على 2. إذن 1 على 3 على 2 ناقص 1 على 2 هي 2 على 2 أي تساوي 1. 1 راهي Y A. شنو كيعني هذا؟ كيعني بأن A تنتمي إلى المستقيم، أن A تحقق، إذن A تحقق المعادلة Y تساوي 1 على 2 X ناقص 1 على 2. بنفس الطريقة غادي نشوف B واش كتحقق المعادلة. إذا B الإحداثية ديالها ناقص 1 ناقص 1. إذا Y تساوي، إذا 1 على 2 X كنعوضها بالإحداثية ديال بي، أي 1 على 2 ناقص 1 ناقص 1 على 2. إذن 1 على 2 ناقص 1 راهي ناقص 1 على 2 ناقص 1 على 2 ناقص 1 على 2 ناقص 1 على 2 هي ناقص 2 على 2 أي ناقص 1. وهذا ناقص 1 راهي بإحداثية ديال النقطة بي. إذن تساوي ماذا؟ تساوي Y بي. شنو كيعني هذا؟ كيعني بأن بي راه كتنتمي، أو بي تحقق، إذن بي تحقق المعادلة Y تساوي 1 على 2 X ناقص 1 على 2. إذن A كتحقق المعادلة و بي كتحقق المعادلة. شنو كيعني هذا؟ كيعني بأن إذن معادلة المستقيم AB هي Y تساوي 1 على 2 X ناقص 1 على 2. السؤال الثاني، قالوا لنا حدد قيمة ألفا إذا علمت أن سي تنتمي إلى AB. إذا ما معنى سي تنتمي إلى AB؟ يعني أن سي تحقق المعادلة. يعني ملي كنقولوا سي تحقق المعادلة، يعني أن إحداثية النقطة سي تحقق المعادلة. إذا سي تنتمي إلى AB، إذا ماذا يعني هذا؟ يعني هذا بأن Y سي تساوي 1 على 2 X سي ناقص 1 على 2. إذا كنعوض Y سي و X سي في هذه المعادلة. إذا Y سي هي ناقص 2 1 على 2 و X سي هي ألفا. إذا 1 على 2 ألفا ناقص 1 على 2. إذا عندنا 1 على 2 ألفا، إذا العدد ناقص 1 على 2 غنحوله للطرف
ديال ناقص جوج غير رجع واحد على جوج، إذا هي واحد على جوج ناقص جوج، إذا نوحدو المقامات، واحد على جوج ناقص ماذا؟ ناقص ربعة على جوج. مقام موحد هو العدد اثنان، أي تساوي إذا واحد على جوج ألفا، واحد على جوج ألفا، إذا واحد على جوج ناقص ربعة على جوج هي ناقص ثلاثة على جوج. إذا ألفا تساوي ماذا؟ هنا عندنا جداء، وملي كيكون عندنا الجداء في المعادلة دائما كنقسم عليه أو كنضرب في المقلوب ديالو. إذا ناقص ثلاثة على جوج، إذا كانت عندنا واحد على جوج ملي كنديها للطرف الثاني خصنا نضرب في المقلوب ديالها لأن عندنا جداء. إذا هنا كنختزلو بالعدد اثنان، تيبقى لنا ناقص ثلاثة على واحد أي ناقص ثلاثة، وبالتالي ألفا تساوي ناقص ثلاثة. إذا الإحداثيات ديال السير غيكون هما ناقص ثلاثة وناقص اثنان. هنا يمكن لي نتحقق من هاد النتيجة هادي بتعويض إحداثيات النقطة سي في المعادلة، وخصها بطبيعة الحال تحقق المعادلة.